على كل الجهات وعلى كل المستويات. صح أم لا؟ عذبته العاشقة من جهة كفرها وسحرها، ثم من جهة عشقها، ولهذا هي معقودة الآن تضرب على الصدر، تفك هذه العقد طاعة لله عز وجل. هي من تضرب الآن على صدرها وعلى البطن لتفك عقد السحر والعشق. صح أم لا؟ فهي بإذن الله. إذا لا بد هذه العاشقة أن تصل، ولا بد أن تذعن حتى يتم العلاج الكامل في المحبة بين الزوجين والمودة بين الزوجين والقرب في القصر بأكملها. لأن أسلم حمو واعترض أنه كان يعذب الزوجة ويفارقها عن الزوج، وكان يمرضها ويمحق مالها بأصحاب يجعلها في الخمول والكسل وأمور كثيرة تصرف بها. وسلى نفسه محمد ميرة بيت أنها كانت تباعد عن الزوج وعن الفراش والجماع، وكانت تمرضها وتحزنها والعزة والبكاء، وسمت نفسها سلمت وسمت نفسها ماذا؟ خديجة. شيطانه الابنة كان كالكولي أن تكون في الفواحش، عق الوالدين، البعد عن البيت، عن الدراسة. أسلم وسلم عبد الله، سمينا عبد الله، واعترفوا أن هناك عاشقة موجودة تأخذ الزوجة حتى يحب الزوجة ولا يهتم بها ويذهب إلى الفواحش، مع أنه قالوا أنه اعتبر وأنه طيب وأنه كذا وأنه، لكنه مظلوم بالسحر، والسحر مدفون في مقر الجزاء 10 سنوات بناء على الحقد والغل والحسد، كذلك ما كله مشروب. والجن كلهم لابن في أبدان الزوج الآن والأبناء والزوجة لهم 10 سنوات في البدن. العاشقة لأن لها علاقة بعشقه وأصبحت تعشقه وتحبه، فهي متمسكة كذلك السحر الذي وكل بها وكلت به. فلا بد إن شاء الله تعالى تفك عقدها وأن تستجيب لنداء الإسلام حتى يكون الشفاء تام بإذن الله سبحانه وجل في علاه. إذا وجب إن شاء الله تعالى أن تذعن العاشقة أيضا إلى الإسلام وتذعن الشفاء حتى نتسنى إن شاء الله نتسنى للبيت الرجوع إلى ما كانوا عليه قبل 10 سنوات في المحبة ومن مودة من بهجة من سرور من فرح من جماع من خير من بر من عبادة من طاعة من صلاح طاعة لله عز وجل. فهذا الذي وجب إن شاء الله عز وجل الآن أن نسير عليه، وهو صعود العاشقة التي في الزوج. ازداد الأمر مع السحر أنها تعشقه وتحبه العاشقة. أنت تسمع في أنت الآن كتسمعين صح لا؟ إما وهي تضرب الآن بيدين، إما أنك تستجيبي، وإما سوف ندخل بإذن الله تعالى في أساليب تجعلك رغم أنفك تعترفي وتصعدي، لكن سيكون الأمر عليك مختلف، لأن سيكون حينها بالعذاب وبالتعذيب. الأسرة جاءت بفضل الله تعالى ترجو شفاء بحسن ظن ونية طيبة، فمن الله عليهم بالتوبة الجن وإسلامهم واعترافهم، وكذلك بشفاء التام بإذن المولى عز وجل. لكن أنت وصلت في الزوج وفي الأب وفي رب البيت، يواجب أن تذعني كذلك للحق سبحانه، فماذا بعد الحق إلى الضلال. أسلمي يا عاشقة العقد التي على الأب باسمه والأصحاب التي عليه باسمه وبآثاره وصوره على فراشه وزوجه وجماعه على عمله وماله على بره بزوجه وإحسان زوجه وهدايا زوجه واهتمام واحترام زوجه على أبنائه وصالح أبنائه وبناته وبيته وكلوك به بمأكول ومشروب ومدفون كما كان الأمر للزوجة والأبناء. أنت الآن في الاستماع، أسلم من كانوا معك في بدن الزوجة وأسلم من كان معك في بدن الأبناء، فأسلمي لله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. أسلمي لله جل وعلا واعلمي أن الدين عند الله عز وجل الإسلام. هيا صعدي بإذن الله عز وجل، فبسم الله تحل العقد التي عليك طاعة لله عز وجل. من كل عاشقة سكنت الله أكبر من كل عاشقة
كانت. الله أكبر من كل عاشقة سكنت، في الزوج سكنت، في النفس سكنت، في العقل سكنت، في القلب والصدر سكنت، في الأحشاء والأمى سكنت، في العورات سكنت. الله أكبر من كل حية حاسدة في الزوج سكنت، حية حاسدة في رب البيت سكنت، حية عاشقة في الزوج سكنت، حية عاشقة عطلت في الفراش، عطلت في الفراش عذبت، في الفراش عطلت، في الفراش عذبت، في الفراش انقضت، في المحبة أبعدت، في المحبة أبعدت، في المحبة أبلدت. ساحرة حية ساحرة شيطان ساحرة، حية ساحرة شيطان ساحرة، حية ساحرة شيطان ساحرة، حية ساحرة شيطان ساحرة، حي ساحرة شيطان ساحرة، في العقل تحصنت، في العقل اختفت، في العقل تقوت، على الزوج في الزوج عذبت، على الزوج في الزوج عذبت، في الزوج فتنت، في الزوج فتنت، تسمع الآن ساحرة بسحر المقابر، ساحرة بأسحار المقابر، ساحرة بسحر المقابر، ساحرة بأسحار المقابر، ساحرة بمأكول ومشروب ومدفون في المقابر، بمأكل ومشروب ومدفون في المقابر، بمأكل ومشروب ومدفون في المقابر. تسمع الآن حية ساحرة تهتز الآن، حية ساحرة تسمع الآن، حية ساحرة معها الجاب، حية ساحرة معها الجاب، حية ساحرة شيطان معها الجاب، شيطان شيطان، حية ساحرة للفراق، حية ساحرة للطلاق، حية ساحرة للعداوة والبغضاء، حية ساحرة تسمع الآن، حية ساحرة تسمع الآن، ترمز للذلة والصغار، للذلة والصغار جلها الله، للذلة والصغار كتبوا لها، للذلة والصغار مع الزوجة، للذلة والصغار مع الأبناء، للذلة والصغار مع الزوجة، للذلة والصغار مع الأبناء، للذلة والصغار كتبوا لها، للذلة والصغار في المحبة، للذلة والصغار في المودة، للذلة والصغار في الفراش والجماع، للذلة والصغار في السفر، للذلة والصغار في النعم، للذلة والصغار في الكلام، للذلة والصغار مع الأبناء، للذلة والصغار. حي تسعى حاسدا، حي تسعى ناقبة، حي تسعى حاسدة،
هيا تسعى ناقمة. عقدت في الزوج عقدت في الزوج عقدت في الزوج عقدت في الزوج عقدت في الأب عقدت في رب البيت عقدت في أخلاقه عقدت في قيمة قلبه عقدت في أخلاقه عقدت في قيمة قلبه عقدت في كلامه عقدت في نظراته عقدت في حسه وإحساسه عقدت في شهرته عقدت في عورته عقدت في يقظته عقدت في منامه عقدت حي ساحرة ولجاد حي ساحرة ولجاد حي ساحرة عقدت حي ساحرة بذبح ودم بذبح وداد بذبح وداد بذبح وداد بذبح وداد بذبح وداد بذبح وداد بذبح ودم بذبح ودم بذبح وداد حي بذبح ودم حي بذبح ودم حي بذبح وداد حي بذبح وداد بذبح ودم 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 على الزوج بذبح ودم على صورة الزوج بذبح ودم على لباس الزوج بذبح ودم على خطوات الزوج بذبح ودم في طعام الزوج بذبح ودم في شراب الزوج بذبح ودم حي تسعى في أحشائه حي تسعى في أمعائه حي تسعى في أحشائه حي تسعى في أمعائه حي يهودية تسعى حي يهودية تسعى قوية تسعى للفواحش تسعى للآثام تسعى لضعف الإيمان تسعى حي يهودية بعدت عن الصلاة حي يهودية بعدت عن القرآن حي يهودية بعدت عن الصيام حي يهودية بعدت عن القيام حي يهودية حارت في الاستقامة والالتزام حي يهودية حارت في العمرة في القيام في العمرة في الطواف في العمرة في قراءة القرآن حي يهودية حي يهودية ساحرة يهودية حي يهودية ساحرة يهودية عاشقة 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 حارت العفة بقوة حارت الزوج بقوة حارت الزوج بقوة حارت المال بقوة حارت السعادة بقوة حارت البيت بقوة حارت الأبناء بقوة حارت الخير بقوة حارت الصدقات بقوة حارت القرآن بقوة حي عاشقة قلبت حي عاشقة أذلت حي عاشقة أسقطت حي عاشقة فتنت حي عاشقة حي 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 كتبوا لها بين الزوجين فراق كتبوا لها بين الزوج فراق كتبوا لها بين الزوج جفا كتبوا لها بين الزوج شقا كتبوا لها بين الزوج عدا كتبوا لها في قبر أمي 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 بل أسلموا دلوا على سحرها بل أسلموا على نقض ضعفها بل أسلموا دلوا على سببها بل أسلموا دلوا على أسرارها وعقدها وحصونها وأقفالها سحروا في قبر أمي 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 ليكون مع زوجه كالميت كالميتة والميت كالميت في الإحساس كالميت في الأنفاس كالميت في السعادة كالميت في السعادة كالميت في السعادة لا إحساس لا أنفاس لا إحساس لا أنفاس
في قبر أمه 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 عقد في قبر أمه صلب في قبر أمه قلاسي في قبر أمه نجاسات في قبر أمه دماء في قبر أمه عهود في قبر أمه خيوط في قبر أمه عقد في قبر أمه نجاسات في قبر أمه صلب في قبر أمه أكفاف في قبر أمه أسحاب في قبر أمه سحر عظيم في الصلاة صلاة 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 في قبر أمي أسماء وصلاة أسماء وصلاة آثار وصلاة صور 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 في قبر أمي حاثا في قبر أمي صور في قبر أمي حاثا في قبر أمي صور وأكفار صور في الأكفار آثار في الأكفار عقد في الأكفار دماء في الأكفار نجاسات في الأكفار في قبر أمي في قبر أمي في قبر أمي في يدي في قبر أمي على يدها على كفها في يدها على كفها على يدها على كفها وهي ميتة في قبرها وهي ميتة في قبرها وهي ميتة في قبرها وهي ميتة في قبرها جعلوها في قبضتها في إحكامها ميتة في قبضتها في إحكامها ميتة في قبر أمي في كفر أمي في قبضة أمي جان 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 معقود بسحر القبور هي معقولة بسحر القبور عاشق معقولة بسحر القبور شيطان معقولة بسحر القبور إن تلقى الأسرة ميتة في سعادتها ميتة في سعادتها ميتة في عفتها ميتة في نجاحها ميتة في قوتها ميتة في ذكائها ميتة في جمالها ميتة في نورها ميتة في قبولها ميتة سحر الانتقاء في القبور سحر الانتقاء في القبور في تغسيل أمه في تكفير أمه في تغسيل أمه في تكفير أمه في تغسيل أمه في تكفير أمه في تغسيل في تكفير أمه كانت مكفرة ويفضل أن يتيرك بها يأخذ وهي المقبرة استقبلوا الفراغ وجعلوا السحر في قبضتها ولا أحد قال لأحد شك وأخذوها وحملوها والمرأة تسقى في حملها وفي وضعها في قبرها ها لا ينسى أحد نعم سحر عظيم 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 مع الموتى سحر عظيم 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 يعد مستوجب في بطنه في صدره في يديه في قدميه لأنه في كل عقد سحر عظيم 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 مع الموتى يكون ميتا في إحساسه ميتا في سعادته يكون حيا ميتا 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 في أنفاسه جعلتموه كالميت جعلتموه كالميت جاء شياطين 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 جعلتك الميت 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 عقلته 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 كالميت كفلته كالميت كفلته كالميت جان 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 تحل عقدها شياطين تحل عقدها جان 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 تحل عقدها شياطين تحل عقدها عقد القبور تحل بسم الله عقد الأكفان تحل بسم الله عقد القبور تحل بسم الله عقد الأكفان تحل بسم الله عقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله وعقد القبور تحل بسم الله وعقد الأكفان تحل بسم الله أصحاب القبور 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 تحل بسم الله
أسحار القبور تقبل بسم الله، 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 أسحار الصور والقبور تقبل بسم الله، أسحار الآثار والقبور تقبل بسم الله، أسحار اللغد والقبور تقبل بسم الله، أسحار القبور تقبل بسم الله، أسحار القبور تقبل بسم الله، أسحار النجاسات والقبور تقبل بسم الله، أسحار النجاسات والقبور تقبل بسم الله، أسحار الفناء والقبور تقبل بسم الله، أسحار الفناء والقبور تقبل بسم الله، أسحار الصور والقبور تقبل بسم الله، أسحار الصور والقبور تقبل بسم الله، أسحار الصور والأكفاء والقبور تقبل بسم الله، أسحار الصور والأكفاء في القبور تقبل بسم الله، في القبور تقبل بسم الله، في الأكفاء تقبل بسم الله، في القبور تقبل بسم الله، في الأكفاء تقبل بسم الله، رقد على الجاد وعلى بسم الله، رقد على الشيطان وعلى بسم الله، رقد على الجاد وعلى بسم الله، رقد على الجاد وعلى بسم الله، رقد على الشيطان وعلى بسم الله، رقد على الجاد وعلى بسم الله، رقد على الشيطان وعلى بسم الله، في الصدور وعلى بسم الله، في القلوب وعلى بسم الله، في العورات وعلى بسم الله، في البطون وعلى بسم الله، حي تسعى عاشقا، حي تسعى عاشقا، شيطان تسعى عاشقا، حي تسعى عاشقا، شيطان تسعى عاشقا، في القلب عاشقة، في البطن عاشقة، في العورات عاشقة، في العينين عاشقة، في العينين عاشقة، في الشهوات عاشقة، في ضعف الإيمان عاشقة، في اليهودية عاشقة، في النصرانية عاشقة، في اليهودية عاشقة، في النصرانية عاشقة، عاشقة 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 عاشقة، على الفواحش عاشقة، على الفواحش عاشقة، على الفواحش عاشقة، على الآثام عاشقة، للتفريق إلى الزوجين، للتفريق إلى الزوجين، للتفريق بين الزوجين، في الفراش للتفريق بين الزوجين، في المحبة للتفريق بين الزوجين، في المودة للتفريق بين الزوجين، في السعادة للتفريق بين الزوجين، على السعادة للتفريق بين الزوجين، في البيت للتفريق بين الزوجين، في السفر للتفريق بين الزوجين، مع الأبناء للتفريق بين الزوجين، للتفريق بين الزوجين، شيطان شيطان تسعى، شيطان شيطان تسعى، خواص تسعى، خواص تسعى، من المياه تسعى، من البحار تسعى، من الآبار تسعى، من المشروط تسعى، بالمأكول تسعى، بالمدفون تسعى، حي ساد قوية، شيطان ساد قوية، 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 حي تسعى، 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 شيطان تسعى، حي تسعى، شيطان تسعى، حي تسعى، شيطان تسعى، تحلل قلبها بسم الله، تحلل قلبها بسم الله، تحلل أسحارها بسم الله، تحلل قلبها بسم الله، تحلل أسحارها بسم الله، تحلل قلبها بسم الله، تحلل أسحارها بسم الله، فدان عظيم مبين، فدان عظيم مبين، فدان عظيم مبين، فدان عظيم مبين، من القبر فدان عظيم مبين، فدان عظيم مبين، من القبر يسعى، من القبر يسعى، من الأكفان يسعى، من الصور يسعى، بدماء يسعى، حي شيطان، شيطان، عاشق 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 عاشق، تسمع الآن وترى، عاشق 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 عاشق، تسمع الآن وترى، شيطان عاشق، 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 حي 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 حي، ثلاث حصون في عقل حصون في بصر حصون.
في صدره حصان، في قلبه حصان، في بطنه حصان. تحارس لله دكيها دكيها دكيها، يرمي عليها يرمي عليها، يمسحي عليها دكيها 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 دكيها، يرمي عليها يمسحي عليها دكيها 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 دكيها، يرمي عليها يمسحي عليها يرمي عليها يمسحي عليها يرمي عليها يمسحي عليها، أسلم لله يرمي عليها يمسحي عليها يرمي عليها يمسحي عليها، تضرب عليها تضرب عليها بقوة 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 بقوة، اضربي عليها امسحي عليها اضربي عليها امسحي عليها اضربي عليها امسحي عليها، فك اسرارها اسهارها عقلها سلاسلها اغلالها اطفالها، حية تسعى بخير حية تسعى بخير، كانت عشرة تسعى بخير تسعى بخير تسعى بخير تسعى بخير تسعى بخير، تفك تحل تفك تحل تمسح تفك تحل تمسح تفك تحل، تضرب تضرب تفك تحل، امسحي عليها امسحي عليها اضربي عليها، بسم الله بسم الله، وما رضيت ان رضيت ولكن الله رضى، وما رضيت ان رضيت ولكن الله رضى، وما رضيت ان رضيت ولكن الله رضى، ولكن الله رضى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله، لا سبحانك إنا كنا من الظالمين، إليك انقاد. بسم الله والحمد لله الذي هدى، قولوا لله أسلمنا لله، قولوا لله أسلمنا لله، قولوا لله أسلمنا لله، قولوا لله أسلمنا لله، حطمنا حصون الكفرة والفجرة الحاسبين، حطمنا حصون وقلاء الفجر السهر والحاسدين، بسم الله أسلمنا لله في العقول أسلمنا في الصدور أسلمنا في البطون والأمعاء أسلمنا في الأوراق أسلمنا في اليدين أسلمنا في القدمين أسلمنا في الزوج أسلمنا في الزوجة أسلمنا في الأبناء أسلمنا لله أسلمنا، ظلمنا وعذبنا وفتنا ومحضنا وأبعدنا، لله أسلمنا لله أسلمنا في هذا اليوم العظيم، أسلمنا في هذا اليوم العظيم، أسلمنا كبارا أسلمنا صغارا أسلمنا ذكرانا أسلمنا إناثا أسلمنا لله أسلمنا 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 لله في العينين أسلمنا في العينين.
العالمين دمنا وسغنا في العينين في العقد أبطلنا في العينين في الأسهار أبطلنا بسم الله يبطل كل مس عظيم في الدماء جرى له قوينا بسم الله يبطل كل مس في الدماء جرى معشر الجن هذه رسالة من الله عز وجل من أسلم أحبه الله من أسلم أهداه الله من أسلم أنجاه الله من أسلم أغناه الله من أسلم حفظه الله من أسلم ستره الله من أسلم رفعه الله جمعنا الله بأهل الإسلام ورفع الله قدرنا وخلقكم بالإسلام قل آمين وحافظنا الله وإياكم من أيدي الأعداء الحاسدين والباكرين والسحر المشعوذين قل آمين أسأل الله أن يحفظ الله أبدال الأزواج والذرية وأسأل الله أن يحفظ الحاضر والغائب منهم أجمعين وأسأل الله جل وعلا أن يهدي من سكنوا حتى في البيوت وخارج الأبدان أسأل الله تعالى أن يجعلكم معمرين بالخير والأنوار والبركات والطاعات اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا معشر الجن ربنا رحيم سبحانه وتعالى ربنا يا لا يغفل ولا ينام ما ينبغي أن ينام قيوم السماوات والأراضي ويرى كل شيء ويسمع كل شيء وعليم بأحوالنا جميعا لكن رحمته سبق غضبه سبحانه جل في علاه وعليم بعباده لا يعجل العقوبة على ذنب أو ذنوب معاصي ورأنا جميعا على نقص وعلى ضعف وعلى ذنب لكنه سبحانه عفا وستر وهو الآن يغفر لكم بالإسلام فقول الحمد لله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله جل وعلا يغفر كل الذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا تأمل في قول الله عز وجل لا تقنطوا أسرفوا ويبشرهم ويرجو منهم ويلزمهم بعدم القنوط لا تقنطوا برحمة الله لتعلم أن ما من أمر إلا ويغفر لا شيء يساوي قدر إيمانك وتوحيدك بالله عز وجل فهذه من نفوج وتقويم التوحيد في قلوبنا ألا تشبه الشائبة مهما كانت لو ما كان عظيما هذا التوحيد العظيم الغالي والنفيس ما كان سبحانه جل في علاه يغفر كل ما مضى وما كان إلا أن يشرك به سبحانه جل في علاه ولهذا أنا أوصي الجني أن يفقه هذه الكلمة أن تكون ظالما بالذنوب والمعاصي خير من تكون ظالما بالشرك والكفر فيغفر كبدا لأن بالذنوب قريب من رحمة الله قريب من عفو الله وتأتيك بفضل نعم من الله عز وجل وتبقى بينك وبين الله تعالى أمور فيها رحمة وفيها بر وفيها خير فيها الموجبات للعتق من النيران أما الإصرار على الكفر فلا رحمة ولا مغفرة ولا نجاة منها إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به
إلا أن يشرك به فيكون كثيرا ولو كانت ذبابا. فحرصنا لا بد أن يكون عظيما، أن نخاف من الشرك الخفي والشرك الجلي والشرك الأصغر والشرك الأكبر، وأن نحتاط من الشرك المخرج من الملة. أيها الجني، أحبك الله في هذا اليوم فهداك إلى الإسلام، بل هداكم إلى الإسلام. فأنا أوصيكم جميعا بالخير، أوصيكم جميعا برحمة الله والخير، أوصيكم جميعا بإذن الله عز وجل بمحبة الله ورحمة الله والخير. ولا زلت أصر على عاشقتي التي فكت عقدا وأقفالا وخيوطا. اسمعي جيدا، ظلمتي هذا الرجل، ظلمته، تعلمين لمن لا يخالطه أدنى شك أن هذا الرجل ضاع من عمره الكثير وضوءا ورشدي إلى جسده في الصلاة، صح؟ حينما بدأت ترقدي على هذا القلب الطيب والنفس الطيبة، حينما قررت وقرر من أسكنوك بكفرهم وسحرهم أن يبعدوا عن زوجي وأن يبعدوا عن أبنائي وبيتي، لكن لأنه طيب ويتعامل بأخلاقه وتربيته ودينه كان حريصا أن يبقى بين أبنائه، حريص أن يبقى بين تربية عياله، لكن هناك شيء أطوع منه يجعله الفراغ وعدم الراحة والاستقرار في البيت مع الزوج والأبناء. يحاول حتى أن يكون مع ربه، لكن يجد أن هناك شيء يجعله لا يتلذذ بالقرب من الله سبحانه وتعالى، شيء لا يجد فيه راحة حتى في ذكر الله والقرآن والصلاة. وأنت كنت تبني بينه وبين الله حجابا، وبينه وبين زوجه وأبنائه حجابا، والله يعلم المسكين. وحتى يتقوى بدنك وشهوتك تزينه أشياء من المعاصي حتى يكون التحويل والتغيير والتبديل في زوجه وحله، وأنت ظالمة بهذا. فظلمت الزوج من جهة والأبناء من جهة، وظلمت الرجل الطيب من جهة، لأنك أطعتي كافرا فاجرا، أطعتي كافرا فاجرا حاسد وحاسدا دفن في القبور، إتاك حرمات الموتى والأحياء، أعذب الأحياء أهل الأحياء أو عذب مية، أعذب الأحياء وأهل الموتى، صح أم لا؟ وأنا أوصيك في بدنه أن تفك العقد التي على عورته والعقد التي على قلبي وصدري، صح أم لا؟ العقد تفك وتحل، العقد تفك وتقول لا، التي في الأب في الزوج تحل بإذن الله، صح؟ الآن قوليها، قولي تحل بإذن الله جل وعلا، الآن خلاص بإذن الله عز وجل تحل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. من الآن بإذن الله تعالى تفك العقد التي على الأم وعلى الأب وعلى الإبناء، تحل بإذن الله طاعة للمولى عز وجل. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله أشد العقاب. هناك لا زال عندي شك في مسألة جزئية مهمة، عندي فيها بعض الشك حتى أبين كل شيء جلي إن شاء الله تعالى. تأكدنا بإذن الله من حمله بفضل الذي أسلم محمد، وتأكدنا من ميراء التي أسلمت في الزوجة كذلك وسمت نفسها بفضل الله جل وعلا خديجة، وتأكدنا من الشيطان الذي كان في الإبن وسميناه عبد الله، والآن أسلمت لله تعالى. سمي نفسك، اختاري اسمك،
اختاري اسمك، اختاري اسمك، كتسمعيني سمي راسك، اختاري اسمك سمي نفسك، اختاري اسمك. العاشقة المتعلقة بالأب هي اختاري اسمك، قولي اسمي، اختاري اسمك وسميك سميك كتسمعيني وسميك وسميك كتسمعين ولا لا؟ وسميك الآن قلت جوابا، هل صدق في الإسلام أن تحاول تبديل وتغيير؟ وهذا هو الأمر الذي قلت لكم على شكله. لماذا؟ لأن هناك أمر تبين الآن، هو أن حينما أخاطب العاشقة الخاصة بالأب يكون التغيير سريع جدا ما بين الابنة وما بين الأب، ويعطوني هذا فهمتي؟ صح؟ يعطوني هذا كذا، يكون التغيير سريع جدا، كأن هناك شيء مستقل له علاقة ما بين الأب وبين الابنة، أو شيء له قوة وله مكر وخديعة في هذه الجزئية، حتى تبقى العاشقة إما تبقى في حرية وسيم اختباء، أو حقا فعلا هي لها اتصال موصول بين الأب والأم وبين الأب والإبنة، وهذا فيه سر لابد أن يعرف أن تعتب الإبنة وتضيع العهود هكذا، أم أن فعلا هناك شيء ما داخل بدن الأب مستقل قوي جدا لكنه بعض الخطاب يشغله ما بين الإبنة والأب حتى يكون شفاء تام، وهذه من الجزئيات التي لابد أن تفهم. الأم الآن أم واضحة، الإبنة من جهة واضحة، لكن الإشكال هو ما بها في السر في الأب، ولماذا يكون تحول والتنقل والاستجابة في الإبنة الآن نراها قوية ثم تختفي في الأب ثم تتجلى في الأب ثم تظهر في الإبنة، هذه الأمور هي فيها اشتراك نسبي، هذه لابد كذلك أنها تفهم الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، أم أن هناك شياطين أقوياء أو هي قوية جدا ولها تعلق بختامها لهذه الأمر، يعني كثم شيء ما من أجل أن تتجلى، وهذا أمر عادي جدا، هذا أمر عادي بالعكس جيد جدا، اللهم الآن يظهر كل شيء إحدى وجه التحقيق، ليس فقط أشهد شهادة جيدة لكن يظهر لك ما ثبت عن الإسلام ويظهر لك ما لنا أنا الإبنة شهادة تامة، الأم شهادة تامة، لكن الأب لا، ليس لا تظهر لك الشهادة تامة، كانت تظهر حركات لكن من تكلم على لسان من في الإبنة، كانوا تنقلوا وتكلموا في الإبنة، ثم الآن لازم السكون بدل الزوج الأب لا يتحرك أبدا، في حين أن الإسلام بقوة في الأم وفي الإبنة، لكن في الأب راه مسالم كان ما فيه علة، هل من فيهما تواصل مع بدل الإبنة فسيأسلموا في بدنها ولم يسلموا في بدنه، أم أن أحدهم يشغلنا حتى يختفن في بدنه، ثم إذا كانوا حقيقة أسلم فيه أسلموا في بدن الإبنة، لماذا لم يسلموا في بدنه؟ من حجبهم؟ من منعهم؟ هل هو من هو أقوى منهم؟ هذا يدلك أن هناك سر قوي جدا خاص بالزوج، هذا معلوم، هذا باش نفهمه جيدا جزاكم الله خير. طيب، لا إله إلا الله واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وباهم لضار لبيب أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص بفضله من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر من كل عاشقة تسترت بقوة الله أكبر من كل عاشقة تعلقت بقوة الله أكبر من كل عاشقة تسترت بقوة الله أكبر من كل عاشقة أحبت بقوة الله أكبر من كل عاشقة تسترت بقوة الله أكبر من كل عاشقة تعلقت بقوة الله أكبر من كل عاشقة تسترت بقوة الله أكبر من كل عاشقة كفرت بقوة الله أكبر من كل عاشقة سحرت بقوة الله أكبر من كل عاشقة عقدت بقوة الله أكبر من كل عاشق تسمع وترى بغت بقوة الله أكبر من كل عاشق حصنها بسم الله يدك حصنها بسم الله يدك بقوة
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، بسم الله. تحل عقد الأكفان، 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 في الصدور في الأكفان، على الصدور في الأكفان، على المضغ في الأكفان، على العين في الأكفان، على المضغ في الأكفان، على العورة في الأكفان، على الأكف واليدين في الأكفان، على الساقين والقدمين في الأكفان، على العقول والأفهام في الأكفان، على الجمال في الأكفان، على اللباس في الأكفان، للطلاق في الأكفان، للفواحش والآثام في الأكفان، لمحق المال في الأكفان، للجفاء في الأكفان، للحوادث في الأكفان، للتفريق في الأكفان، للتفريق في الأكفان، سحر عظيم في الأكفان، خبر عظيم في الأكفان، طلب عظيم في الأكفان، دين عظيم في الأكفان، في الأكفان، أسهام على البيت في الأكفان، على صور أهل البيت في الأكفان، على آثار أهل البيت في الأكفان، عقد 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 تفجر في الأكفان، عقد عقد تفجر في الأبدان والأكفان، 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 خلود على الصور، خلود على الصور، خلود على الصور، أكفان وصور، نجاسات وصور، بلاسم وصور، كتابات وصور، عبار وصور، في الأكفان، 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 تحل في الأكفان، تحل في الأكفان، مرشاش في القبور والأكفان، مرشاش في القبور والأكفان، مرشاش في القبور والأكفان، مرشاش في القبور والأكفان، مرشاش على القبور والأكفان، مرشاش على الأعتاب، على الأعتاب، على الأبواب، على الأكفان، مرشاش، مرشاش، في الطعام، مرشاش، في الشراب، مرشاش، في الأسفنجات، مرشاش، في الأحشاء، مرشاش، في الأبعاد، مرشاش، في الأوراد، مرشاش، على الجمال، مرشاش، على المال، مرشاش، على العتق، مرشاش، على العاتق، مرشاش، على القبول، مرشاش، على البيت، مرشاش، على السهل، مرشاش، على الأبناء، مرشاش، في الأكفان، في الأكفان، في الأكفان، في الأكفان،
واصل إذا حله فكه في الأمي في الإبنتي في الأبي طاعة لنا تبقى وآثارنا تبقى باقي بإذن الله جل وعلا. هاي بإذن الله هاي من في الأبي الفطور بقوة ويبيبون وكذلك في الإبن ينظف كل من في الأب والأم والابن كلهم ينظفون يضربون ويحفكون وينظفون بإذن الله. نح ما شاء الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألم نشرح لك صدرك لله جل وعلا تحل عطقا ففتقناهما واصل بإذن الله حلها طاعة الله جل وعلا تفك وتحل بإذن الله عز وجل. هيا بإذن الله عز وجل هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله إلى الله. العاشقة 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 أسلمي لله بحق. العاشقة تحل عقدك بإذن الله تحل بإذن عقد الأكفان والصوف الأكفان وآثار الأصعار في أوقف الموتى في الأكفان في قبر أمه في كل قبر في كل قبر في كل عتبة في كل باب في كل نهر في كل بئر في كل بحر في كل واد في كل طعام في كل شراب في كل عيد في كل مناسبة في كل سفر في كل رجوع إلى البلدة والبيت. سحر عظيم من الجارات والقريبات الأب من قريباته من الأخوات من الأخوات من الأخوات من إخوته من الخالات من العمات من الجدات. سحر عظيم من الجارات سحر عظيم 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 قديم 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 يمحى بإذن الله يدك بإذن الله يقل بإذن الله بإذن الله بإذن الله. هيا واصل طاعة لله جل وعلا. فالآن بإذن الله تعالى اعلمي أيتها العاشقة أن ناطلك خير بإذن الله. هيا بإذن الله تحل بإذن الله عقد المشاكل عقد الفتن عقد المحن عقد عدم الاستقرار عقد محق البركة في الزوجة والنفس والجسد والولد عقد جعلها للدمار التعطيل التام عقد الأمراض العضوية والروحية والنفسية والسلوكية تمحى تفك بإذن الله جل وعلا. هيا معشر تواصل المسح بإذن الله على الوجه والعينين على الرأس الرقبة القلب والصدر على البطن والأحشاء والعورة والقدمين في اليقظة والمنام واصل بإذن الله. ومن أحياها فكأن أحيا الناس جميعا. هيا واصل تحل بإذن على الصوت على الجمال على لين الكلام على الأخلاق على الابتسامة في القلب على الفرح والسرور والسعادة على الطمأنينة على النوم والراحة على الهمة والعمل والنشاط والقوة على الخير في المال والبركة على صلاح الأبناء والذرية على الطمأنينة على الخير في كل شيء. هيا واصلوا بإذن الله جل وعلا واصلوا بإذن الله. العقدة كانت تباعد العبد عن ربه عن القرآن عن الخير عن الصلاة عن الذكر تحل بإذن الله. الأصحاب تمحى بإذن الله تبقى بإذن الله تشفى بإذن الله جل وعلا. هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله هيا بإذن الله عز وجل واصلوا بإذن الله تعالى. هيا هيا واصلوا المسح بإذن الله جل وعلا. لا يبقى موضعي حسد أو حاسدة أو نفس خبيثة أو عين أو سحر أو مس أو عقدة أو حصن أو كافر أو داء أو مرض أو حزن أو تعطيل. هيا واصلوا بإذن الله عز وجل هيا 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 بإذن الله جل وعلا. لا يبقى في الجسد كافر ولا فاجر يكره من أسلم لله تعالى على الإعراض والجفاء وضعف الإيمان وعدم الاستسلام أو عدم شفاء التام. لا يبقى في الجسد من يختبئ ويختفي. لا يبقى كبير في الرأس أو في الرجلين. لا يبقى كبير في اليدين. لا يبقى كبير في العورة. لا يبقى في الجسد كبير.
لا يبقى شيطان كبير ولا إبليسي كبير ولا بلد كبير ولا عفريت كبير ولا مسوني كبير ولا يهودي كبير ولا نصراني كبير ولا ساحر كبير ولا عاشق كبير ولا عاقل كبير. لا يبقى في الجسد كبير في الكفر كبير في الماسونية كبير في الذلة كبير. لا يبقى في الجسد كبير لا يبقى في الجسد كبير لا يبقى على الأجسام كبير. لا يبقى مختبئ كبير بين الفقرات كبير في المخ والمخرخ كبير في الخصر والعظام كبير في السوات والعورات والنجاسات كبير. لا يبقى في العظام وسط العظام كبير على العروق عظيم على الدماء عظيم. لا يبقى في الساق والقلبين كبير لا يبقى على الجلود كبير. لا يبقى على العشق والحب كبير لا يبقى على الحب والغنى كبير. كبير على البيت لا يبقى كبير على الكبر لما أسلم لله لا يبقى. كبير بالتاج كبير بالعرش كبير بالصنجان كبير 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 بالذبح والنذر كبير بالتجديد كبير بالشمس والفجر والقمر كبير بالظلام كبير بالسواد كبير بالسحر والسحرات كبير. لا يبقى على البيت كبير لا يبقى على البدن كبير لا يبقى في بلد مختبئ كبير. مع الصلاة كبير مع الصلاة كبير مع القرآن كبير مع الدعاء كبير مع الرؤية كبير مع الحجامة كبير مع الانتهام كبير مع الذكر كبير مع الصدقة كبير. لا يبقى إبليسي كبير مسوني كبير يبقى يتحدى يبقى يتحدى يبقى. لا يبقى في الحصون كبير لا يبقى مع السلاسل كبير لا يبقى مع العقد كبير. لا يبقى كبير يقير كبير يغوص كبير يقير كبير يغوص كبير في جناحيه كبير بقلبيه كبير. لا يبقى على البيت كبير على السلالة كبير على الزهرية كبير على الموروث كبير. لا يبقى للتفريق قلب كبير للطلاق كبير للدلة كبير. لا يبقى كبير الكل يتحررون بإذن الله الكل يتحررون بإذن الله. تفك عقد الجميع تفك عقد الجميع تفك عقد الجميع على البيت على الأبدان على الزوجين على الأبناء في البيت على الخيرات. تفك العقد بإذن الله تنمر الحصون بإذن الله تفك العقد بإذن الله تنمر الحصون بإذن الله تنمر الأصحاب 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 بإذن الله. لكل ملك ملوك جاد في حاكم جاد في قوى الجاد له قدرات وخوارق عند الجاد يسكن الرؤوس في الأبدان والأبصار في الأبدان يسكن الحلقوم في الأبدان والصدور والقلوب في الأبدان يسكن الأحشاء الأمعاء في الأبدان يسكن العظام في الأبدان اليدين الأيدي في الأبدان والأقدام في الأبدان من القربة في الأبدان من الذئاب في الأبدان من الكلاب في الأبدان من الثعابين في الأبدان من الحيات في الأبدان. بسم الله بسم الله بسم الله. لا يبقى كبير أبائس في الأبدان كبير شياطين في الأبدان. لا يبقى بإذن الله جل وعلا يقاتل من ألا من أسلم لله رب الجعل والألا. بسم الله الكل في الإسلام والإيمان الكل في الإسلام والإيمان. بسم الله بسم الله أسلم لله محمد سيف من سيوف الله محمد سيف من سيوف الله محمد سيف من سيوف الله محمد. كل مسلم أسلم لله جد من جد الله سيف من سيوف الله خير من خير الله يا خير الله اركبي على كل كافر 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 طعنه على كل كافر فاجر طعنه على كل كافر طعنه على كل فاجر طعنه على كل فاحش متفحش طعنه على كل حاقد ناقد طعنه على كل مختبئ مختفي طعنه. بسم الله بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله يجني كل ساحر ساحر على الإنس والجن لا يرى إنس شيطان شيطان ساحر على الإنس والجن لا يرى شيطان شيطان ساحر عن إنس والجن لا يرى شيطان شيطان ساحر عن إنس والجن لا يرى شيطان شيطان ساحر عن إنس والجن لا يرى. أخطأ ساحرا 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 كبيرا ساحرا كبيرا حتى لا يتم الشفاء ويبقى العناء بكفر وذبح وذم وعقد وقوم وموتى وهلك أصرع. بسم الله بسم الله محيط به العلم
بسم الله نخبرهم أن الله جل وأن الله أبدى وأن الله علم. فالحمد لله الذي سلم. بسم الله إلى من أسلم لله جل وعلا، إلى من أنام لله تعالى. فقاتلوا في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك وحرم المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من أسلم لله أصلح ما أفسدتم، طاعة لله، السعادة من اليوم، والفرح من اليوم، والاستقامة اليوم، والإيمان اليوم، والفراش من اليوم، والخيرات اليوم، والبر والرضا من اليوم، والهدوء والطمأنينة من اليوم. بسم الله خيرات تنزل بركاتها، خيرات تنمو وتعلو بركاتها، خيرات تحيط بالأبدان وأهل البيت ببركاتها. بسم الله نجعلها على كل جهاد يكون مباركا بإذن الله، وعلى كل أبدان وعلى الأنام مبارك بإذن الله، من هذا اليوم الطيب المبارك، في هذه الساعة الطيبة المباركة، في هذا المكان. اللهم اجعل الطيبة المباركة، واجعلنا طيبين ومباركين. بسم الله، به شفاء لمن استعصى، من الأسقام، يلعن الأسقام في الأبدان. كونوا شفاء وبلسما ودواء، كونوا شفاء وسموا. إلى كل من جعل السم بأنيابه ومخالبه، إلى من نفث السم من الحيات، إلى من نفث السم من الثعابين، إلى كل صاحب مخرب أو مخلب أو نار، إلى كل صاحب مخرب من الطيب، من الصقور والنصور والملوك، إلى كل صاحب أنياب من الأصول والنمور والملوك، إلى أصحاب الطير، من المخالب بأجنحة الطير القوية، إلى أصحاب الأنياب من الأصول المفترسة، والذئاب المفترسة، والنمور المفترسة، والملوك المفترسة القوية، إلى من سكنوا تشكلوا، إلى كل صاحب خلق عظيم، أسلم لله، كرب الرؤوس، أباس القبر، أباس الكبر والدم، أباس السلالة والزهرية، أسلم لله، حتى تطهر الأبدان تطهيرا بإذن الله عز وجل. إلى كل إبليسي قوي كبير،
إلى كل إبليسي قوي كبير، اسمع واعلم، كتسمعني، إلى كل قرد يخفي جنده وحزبه وصحراته، قرد اصعد، هيا قرد اصعد، كم سنوات فيها؟ ها؟ 10 سنوات، كلكم 10 سنين، كلكم سحر واحد في نفس العام. طيب قرد، أنت قوي، طيب ماذا صنعت في هذا البيت؟ تكلم أسمعك، شنو عملتي في الدار؟ هل تقصر هذه؟ ها؟ المشاكل ها؟ كيف؟ غير المشاكل، يعني من المشكل للمشكل، ها؟ طيب ما علاقتك أنت بالعاشق؟ شنو علاقتك بالعاشق؟ ها؟ أنت خدمتك بوحدها، ما على بالكش العاشق، مزيان. طيب باش جيتي أنت بأي سحر جيت؟ مأكول ومشروب، 10 سنين في المأكول في الجزائر، مأكول في الحوت، اسمع جيد، مأكول في الحوت في السمك في الجزائر عند جميلة، مأكول عند جميلة قبيحة هذه مش جميلة، مأكول في الحوت باش وصاتك، ها؟ وصاتك ما تخرج، وصاتك ما تخرج، وشنو تعمل هاد السيدة؟ وشنو تعمل لها؟ جميلة في الطعام في الحوت كالتو، قالت له ما تخرج ودمر لها كل حياتها، ودمرتي لها حياتها، شنو عملتي لها؟ كل يوم نبكيها، الوسواس، وشنو آخر؟ وحتى الأم تبكي، بابا حتى هو، أخواتها، أنت قرد. طيب شنو ديانتك؟ شنو الدين ديالك؟ مسلم، قرد مسلم، كيف مسلم يعني؟ مسلم، كيف مسلم؟ أنا كنسمك، قلت أنك قرد مسلم، متى أسلمت؟ بالشهادة، إمتى؟ بالشهادة، كل يوم مشهد، سلمتي في البدن؟ إيه. كل يوم كتشاهد؟ إيه. مزيان، شحال هادي باش سلمتي دابا؟ كل يوم ملي بدات المغرب، شهدت انت ملي سمعتي الرقية بلا ما تصعد سلمتي في الداخل ديالها؟ مزيان، جيد، الآن ملي أكدت على القرد صعدتي، جيد، عاهد الله عز وجل أنك تصلح ما أفسدت، مفهوم؟ عاهد الله عز وجل أنك تصلح كل ما أفسدته، السحر المأكول والمشروب هذا يخرج بإذن الله جل وعلا، الأحزان تذهب بإذن الله عز وجل، التعطيل كذلك ينتهي بإذن الله عز وجل، مفهوم؟ ومع ذلك لازلنا نبحث يعني العاشقة في الزوج، إذن لابد من الرقية إن شاء الله خاصة به وحده، وتكون بإذن الله كذلك مع أساليب التهذيب، لأن هي الآن كتستعجب
وكتفك العقد في راسه في صدره في بطنه في الجسم كله وكتستعجب. لكن هناك إما شيء فوقها أعلى منها أو السحر وكذلك أعلى منها يقيدها، فلا بد أن نساعدها في هذا الأمر حتى تكون استجابة، أو نكتشف ما هو بداخل هذا السر داخل البدن حتى يكون العلاج تام وشافي إن شاء الله عز وجل، لأن الأمور الآن واضحة بفضل الله عز وجل. في الجلسة الثانية الآن الحمد لله كل شيء طيب مبارك، لكن لابد أن نتمم هذا الأمر. طيب الأمور الحمد لله جيدة، عجوا عندي نشرح لكم شنو غندير إن شاء الله عز وجل.